السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده حصريه على قناتنا لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. الاستخاره دي يا برج العذراء شهر يونيو الشهر القادم بتاريخ ايه؟ بتاريخ 21 مايو 2022، النهارده السبت. ده تاريخ الفيديو، اما القراءه لشهر يونيو. معاكم 3 رسائل، رقم 1 و2 و3. اختاروا الرساله اللي تعجبكم بالرقم اللي انتوا حابينه، واخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتكم بالرقم اللي انتوا اخترتوه. طيب مواليد برج العذراء، يلا اللايك الحلو، التعليق الجميل للفيديو عشان يعلي الفيديو بتاعكم، ولو الاستخاره عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق، ونشوف مع بعض استخارتنا، وباذن الله استخارتنا هتكون جميله. الصوره اللي هتطلع لكم هي اللي هتقروها مع بدايه الشهر. بسم الله. صوره هدى. هدى، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب انتوا دايما بتحبوا تقولوا الحق، بتأمنوا جدا بكل حاجة في حياتكم، دايما ما بتحبوش تفعلوا خطيئة، مؤمنين جدا بالله، لكن جوه قلبكم في عذاب أشد العذاب، خنقة وضيق وحيرة وألم في الجسم غير طبيعي. ليه؟ لأن خدتوا غدر أو اتطعنتوا طعنة لحد الآن مش عارفين تفسروا الشخص التاني عمل معاكم كده ليه. لكن الفترة اللي جاية هتكون حياتكم العاطفية جميلة، وهيكون فيها تميز وفيها خير. طال مرادكم او نال هتنولوا صبركم. خلوا بالكم من واحدة ست بتجدد لكم سحر. الست دي من ارض البيت عندكم، فيها غيرة وفيها حقد وفيها غل. خلوا بالكم وامسكوا على ايدكم شوية، لان مصاريفكم زايدة او انتوا ايدكم فرطة اليومين دول. في حد هيستأذى بيكم، لكن انتوا هتاخدوا حقكم وهتردوا له الالم ألمين. كمان البعض منكم هنا عايز يغير حاجة في شكله، عايز يهتم بنفسه، عايز يبدأ يشوف حياته، لان في فرح هيخبط على بابكم انتوا طال انتظاركم فيه، وفي عمل صالح انتوا هتفعلوه الفترة اللي جاية دي، هيبقى طاقة جديدة وخير بفضل ربنا. كمان في حد عندكم هيحاول الفترة دي بقدر المستطاع يعمل حاجة جديدة او يعمل حاجة مختلفة في حياته، لان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في رزق، والرزق ده كبير جدا هيعوم على حياتكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب، ومن خلال الرزق ده هتقفوا على رجلكم من جديد، وهيبقى عندكم طاقة جديدة. البعض منكم بيحب يقرأ في الكتب، البعض منكم بيحب يعمل حاجات مستجدة، في امور عندكم انتوا هتعملوها، وفي مشروع هينجح الفترة دي وهتكونوا مؤمنين جدا بيه، لان المشروع ده هيكون كبير. ولو انتوا داخلين في شراكة مع حد، انتوا طبعا هتبوظوا الموضوع، لان انتوا ما بتحبوش الشراكة وبتحبوا حياتكم تكون كتاب مفتوح لنفسكم مش لحد. فخلوا بالكم ان اي حد بيحاول يأذيكم الفترة دي، انتوا هتفعلوا معاه حاجات جديدة وحاجات مختلفة، لان انتوا هتحسوا ان الشخص ده كذاب وخاين وبيلعب بمشاعر كل الناس. هتتعرفوا كمان على حد، والتعرف على حد ده هيخلي جوه قلبكم رحمة، ويخلي جوه قلبكم طاقة جديدة وامور مختلفة. بس بلاش الحيرة وبلاش القلق، لان انتوا هتكونوا احسن من غيركم الفترة دي. كمان الفترة دي هي من اكتر الفترات اللي مش عايزاكم تاخدوا فيها قرارات، لان الامور عندكم دقيقة جدا ومحسوبة، وكمان ايامكم معدودة في الهم اللي انتوا شايلينه. في حد في سجن عندكم وفي ضيق وفي خانقة، والباب مقفول عليه ومش عارف يتصرف ازاي، وانتوا زعلانين عليه قوي وخايفين عليه وحيرانين حيرة مش عارفين تعملوا ايه. كمان في حد بيعمل حاجة خطأ في حياته، والحاجة الخطأ دي هتيجي فوق دماغه، وانتوا عمالين تحذروا فيه وهو ما بيسمعش كلام اي حد ومصمم على اللي في دماغه. فيا ريت ما تتكلموش معاه تاني، لان انتوا كده عملتوا اللي عليكم. هو مش هيبعد عن الخطيئه اللي هو بيعملها غير لما ربنا يريد بفضل ربنا. طيب انتوا هنا في حد عايز يستقر، او في حد عايز يقول لحد وداع، عايزين تودعوا حد، عايزين تستقروا، عايزين تفعلوا امور جديده بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الاسم قدامكم مفتوحه، لان انتوا دايما بتفعلوا زي ما قلت
اعمال خيريه لنفسكم او طريق ايجابي بفضل ربنا. فبلاش الحيره وبلاش الخوف اللي انتوا خايفينه جدا على نفسكم الفتره دي، لان انتوا دايما عندكم حسن الظن بنفسكم، وكمان دي من اكتر الفترات اللي هيكون في تقدم عندكم وفي خير على جميع الاوضاع بتاعتكم. البعض منكم هنا باله مشغول، البعض منكم بيفكر كتير جدا في اكتر من حاجه بسبب انه ما كان بيقول انا ما كنتش استاهل ايه اللي يحصل لي ده، انا ما كنتش استاهل ان انتوا تغدروا بيا ولا تظلموني كده، وانا كنت كويس معاكم وعمري ما اذيتكم، واللي في ايدي دايما ما كانش ليا. 6 ايام وهيحصل لكم حاجه، 6 ايام وهيبقى في امور بعد 6 ايام، وما تنسوش طبعا تخبروني ايه اللي هيحصل بعد 6 ايام. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هيبقى في حكمه وهيبقى في عداله في حياتكم الفتره دي. طيب ابشركم بايه الاول؟ ان انتوا هتشتروا الحاجه اللي انتوا بقالكم مده عمالين يعني عايزين تشتروها، لا اما عندكم شراء عربيه، لا اما شراء تليفون جديد، لا اما هيكون في حساب في البنك بتاعكم الله اعلم، بس في فلوس حلوه جدا جايه لكم. انتوا الفتره دي اي نعم واخدين الامر كل واخدين كل حاجه بحساسيه، او بمعنى اصح انتوا بتعانوا من بعض الامور، لكن هيكون في طاقه تانية مختلفه. كمان انتوا هنا عندكم حد هيدخل حياتكم هيفتح نفسكم عن حاجات كتيره جدا، بس عندكم واحده ست بومه، الست دي قصيره وسمره وبتشتكي من حاجه في جسمها، او بمعنى اصح كل ما تخف تلاقيها عندها خشونه في الرجليه، عندها كل ما تخف من حاجه بتطلع لها حاجه تاني. الست دي بتغير من نجاح الاخرين، الست دي من المقربين ليكم، فخدوا بالكم منها وما تعرضوش نفسكم ان انتوا تدخلوا في خلاف معاها، علشان هي فعلا اللي بتيجي عليه هي اصلا حقوده، فانتوا ما تضيعوش الفرص اللي قدامكم من ان انتوا تدخلوا مع خلاف مع الست دي. عندكم وثيقه الفتره اللي جايه، الوثيقه دي هتكون حصدا تاما للي انتوا عشتوه، او الوثيقه اللي انتوا هتمضوها او الامضه اللي انتوا هتمضيها دي هتكون فرحه ليكم بشكل ايجابي. كمان التوتر والقلق والحيره والتوهان اللي انتوا محتارين فيه بخصوص الشريك دي فتره وهتعدي. اي نعم انتوا دايما الطرف الثاني بيجيب اللوم عليكم، بيجيب العيب عليكم، وانتوا عشان كده متحملين فوق الطاقه بتاعتكم. كمان الفتره دي انتوا بتستعدوا ان انتوا تبداوا تشتغلوا على المرحله اللي انتوا رسمتوها او اللي انتوا وصلوا لها، بس من وقت للتاني بتحسوا بالاهمال من ناحيه الشريك، بتحسوا بالتقلب المزاج وعدم التقدير، وانتوا لو حسيتوا ان انتوا في علاقه او من المقربين بمعنى صح بعدم التقدير بتمشوا وبتختفوا ومستحيل ترجعوا تاني، علشان ما بتحبوش المعامله دي او ما بترضوش ان حد يعاملكم بطريقه بمزاجه هو. اي نعم انتوا اعصابكم تعبانه، وفي منكم بدا يزور الطبيب، او في منكم بدا ان هو ياخد علاجات يبقى فيه فحوصات، بس ما بتحبوش الشخص اللي يجي عليكم بطريقه غير مباشره. الفلوس معاكم متبخره، وفي شويه ضيق في التنفس وارهاق من بعض للتاني، وده بسبب ان انتوا لما بتكونوا عصبيين لما بتاخدوا على خاطركم القولون بيكون عصبي، ودي حاجه مأثره عليكم، اغلبكم بيشتكي من القولون العصبي. عندكم ابراج ترابيه اتأذيتوا منها واتخزلتوا، خدوا بالكم من الحتة دي، الأبراج الترابية انتوا فعلا اتأذيتوا منها. ما تزعلوش مني ان انا عايزة اقول لكم ان انتوا عندكم أفعى كبيرة مش صغيرة، أفعى كبيرة جدا كلها سم، دايما ان هي عايزة تأذيكم وعايزة يعني بتغير من نجاحكم بتغير من كل حاجة، هي لسانها جميل وبس نيتها خبيثة، بتراقبكم وحط عليكم وبتسلط الناس اللي حواليكم عليكم، فخدوا بالكم وربنا هيكفيكم شره. ليه؟ علشان احتمال ان انتوا تعرفوها، انتوا ماسكين يعني قدامكم طرف الخيط، او في حد عمال يحذركم منها، بس انتوا يعني مش متخيلين ان هي دي فعلا هي اللي تخذلكم، او بمعنى صح هي دي اللي يكون في يحصل منها كده. ليكم عند حد فلوس، لو يعني الحد ده ليكم انتوا ليكم عنده مبلغ، بس مش عارفين تبداوا تطلبوها ازاي، يعني انتوا مش عارفين تدخلوا له من اي دخله فتوصلوا له ازاي، يعني عندكم نفس عزيزه قوي رغم ان ده حقكم، وفي نفس الوقت انتوا عندكم عداله او عندكم ميزان العداله، هيكون في عداله وهيكون في تغيرات. نفسيتكم محتاجه استقرار،
محتاجة تغيير جو، فانتوا لازم ما تختلطوش الفترة دي ببعض الناس اللي عاملة لكم رعب لحياتكم، علشان الاختلاط بناس مؤذية بيأثر عليكم انتوا وبيخليكم دايما تدوروا على راحة البال. بالفعل انتوا عايزين راحة بال، عايزين استقرار، عايزين هدوء، عايزين حد كده يكون روحه صافية ويتعامل معاكم بما يرضي الله، مش عايزين ان انتوا يكون في شخص كده منافق او شخص بمعنى اصح يأذيكم وانتوا كويسين جدا معاه. كمان انتوا هنا عندكم رغبة ان انتوا تبعدوا عن ناس كتيرة، او عندكم رغبة ان انتوا تخرجوا من ناس كتيرة جدا من حياتكم، عندكم رغبة بحاجات كده غريبة بتطلعوا بيها في وقت اصلا بيكون غريب. طيب ليه الحاجات دي؟ الحاجات دي من كتر اللي انتوا يعني من كتر اللي انتوا بتمروا بيه، وزي ما قلت لكم ان انتوا في ناس يعني عايزه تقرب منكم ان تعرف عنكم حاجات، تتدخل في الخصوصيات اللي ملهاش فيها، تدعي ان هي بتحبكم وانتوا يعني تدعي ان هي بتحبكم وهي مش بتحبكم. انتوا ايه مشكلتكم؟ مشكلتكم ان انتوا واضحين وصريحين جدا ودايما بتطلعوا كل اللي جواكم، حتى بيبان اللي جواكم في تصرفاتكم، لكن في اوقات بتكونوا غامضين غموض كده محدش يفهمه، بس ده ما بتكونوش غامضين من سبب، انتوا بتكونوا غامضين علشان خاطر تشوفوا الشخص اللي قدامكم ايه ردة فعله او ايه اللي ممكن يعمله. فلازم تكون اعصابكم هادية الفترة دي بقدر المستطاع، ودايما تستحلوا بالصبر. في موضوع بتفكروا فيه 24 ساعة، الموضوع اللي انتوا بتفكروا فيه ده عمالين تقولوا يا رب احنا هنعمل فيه، يا رب ايه اللي هيحصل، اسئلة كتير جدا. عارفين انتوا هتعملوا فيه ايه؟ هتكبروا دماغكم وهتاخدوا فيه قرار، والقرار اللي هتاخدوه ده انتوا خلاص هتحسوا ان انتوا خلاص خدتوا القرار كده، مش عايزين ان انتوا ايه تتعاملوا مع الناس اللي حواليكم. الوضع اللي انتوا فيه ده ما بتتكلموش 24 ساعة ساكتين، حتى ما بيتوش تعملوا حاجة بتحبوها زي الاول، وده ليه؟ ده ان انتوا شفتوا او دخلتوا ناس كتيرة غلط في حياتكم، تعبتكم نفسيا، والتعب النفسي اللي انتوا فيه ده بسبب زي ما قلت لكم الطاقات اللي مؤثرة عليكم، او بسبب الاشخاص المنافقة الكذابة اللي عندكم. بس دايما على قد ما بيحصل عندكم دايما بتقول الحمد لله على كل حال، احنا لينا رب كريم، اكيد ربنا عالم باللي جوانا، واكيد ربنا عارف ان احنا ناويين على حياتنا على خير. انتوا هتعيشوا في مكان جديد، والمكان ده هيكون استقرار، وهيكون فعلا بعيد عن ناس كتيرة جدا، عن حاليا الناس اللي انتوا عايشين معاها. بس لو في حاجة تمت عندكم الفترة دي دايما اقول لكم ما تتكلموش وما تفتحوش مواضيع مع الناس بخصوص الرزق، بخصوص المال، بخصوص اي حاجة في حياتكم. وهتجيلكم فرصة، حد هيعرضها عليكم، الفرصة دي هتكون مفاجأة بالنسبة لكم وما كنتوش تتوقعوها في يوم من الايام، او الفرصة دي اتأجلت عندكم اكتر من مرة، هيكون في طاقة جديدة لحياتكم، وهيكون في تغيرات انتوا محتاجينها. ليه انتوا محتاجينها؟ علشان الاستقرار النفسي اللي عندكم هيطبطب على حياتكم. كمان انتوا هنا في حاجة مأجلينها، انتوا شخصيا في حاجة مأجلينها، ايه هي الله اعلم، بس في حاجة انتوا عمالين تأجلوا برضو فيها. كمان انتوا هنا في حد بتتجاهلوه بشكل سريع، يعني بشكل بمستمر، حد كده ما بتحبوش، ما بقيتوش تحبوا تتكلموا معاه، ما بقيتوش تحبوا ان انتوا تفتحوا معاه موضوع، في امور عندكم انتوا مستحملينها فوق الوصف، الامور دي بتفكروا فيها كتير، الفتره دي مهمه جدا جدا بالنسبه لكم، الوضع بتاعكم يعني احتمال تاخدوا حقكم، يعني الوضع اللي انتوا حاليا بتفكروا فيه احتمال تاخدوا حقكم من ناس حواليكم، وفي نصره كبيره ورا النصرة دي، هيظهروا قدامكم ناس خبيثة، ان خبيثة النوايا وكذابين، وهتعرفوا ان هم بيتلاعبوا، ودي اهم فترة هتلاقوا فيها كشف الناس اللي حواليكم. فدايما اقول بلاش تحزنوا لما تكتشفوا الناس اللي حواليكم، ما تزعلوش، اتأكدوا ان ربنا بيحبكم، وطول ما ربنا بيحبكم طول ما ربنا هيكتشف لكم الناس المنافقة اللي انتوا بتقعوا في شرهم. فده مشكلتكم انتوا لازم تحلوها، لازم ان انتوا ما تدوش حد الصراحة الزايدة، او ما تختلطوش بناس انتوا يعني مش مجرد ما تشوفوا الناس اللي حواليكم تختلطوا بيها، مش مجرد ما تشوفوا الناس اللي حواليكم تأمنوا لها وتحبوها، لا، انتوا على طول حاسين ان انتوا لوحدكم، حتى لو حواليكم ناس كتيرة جدا بتزعلوا من اقل حاجة، وده بيدخلكم على طول انتوا في حيرة وفي ضغط نفسي. فانتوا لازم تبعدوا عن اللي اذيكم بالراحة وببساطة، وتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. كمان مش عايزاكم تكونوا متسرعين، اي نعم انتوا بتفهموا
لغة العيون الشخص اللي قدامكم، بتفهموا لغة العيون ولغة الجسد وبتفهموه من دخلته حواليكم، بس بلاش تكونوا مندفعين، لا اصبروا اصبروا، زي ما فهمتوه وزي ما عرفتوه كل حاجة هتجيلكم وانتوا قاعدين، وده يعني من خبرتكم انتوا في الشخص اللي قدامكم، او بمعنى اصح بخبرتكم انتوا بالمواجهات اللي انتوا من الشخص ده. طيب في حد يعني انتوا او حد حواليكم في البداية كان قلبه ابيض وكان فعلا نيتكم اتجاهكم كويسة، فجأة لقيته كلامه اتغير، فجأة لقيته ايه ده، مش انت الشخص ده اللي احنا اخترناك، مش انت الشخص ده، وقلت له كده في وشه، قلت له مش انت الشخص اللي احنا دخلنا معاك في علاقة او في ارتباط، او بمعنى اصح في موضوع حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، انت بتقول كده. في كمان شخص ظلمك، والشخص اللي ظلمك ده انت رافع ايدك لربنا وبتدعي عليه وبتقول له انا مستحيل اسامحك لان انت خذلتني وطعنتني، وان انت جيت عليا في يوم من الايام انا كنت محتاجك او محتاج حنانك، وانتوا قررتوا ان انتوا خلاص بالفعل بعدت عنه بشكل كبير جدا وبشكل سريع، وعشان كده في تطورات ايجابية عندكم. انتوا معروفين عنكم ان انتوا بتحبوا القهوة، بتحبوا الحاجات الهادية كده، الاماكن الهادية، بتحبوا الحاجات الحلوة، بتحبوا السهر جدا، بس مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا في الحياة انتوا بتختاروا كل حاجة صح وده بيتحسدوا عليها، بس حياتكم في العاطفة بتختاروها غلط. ليه؟ عشان بتدخلوا ناس فعلا ما تستاهلش اللي انتوا بتعملوه ده، يعني ما تستاهلش ان انتوا وقت ما تعرفوا حد من الحياة العاطفية تدوله وتكرموه. طب انتوا قعدتوا مع نفسكم في وقت من الاوقات وعرفتوا الحد ده كويس ولا لا؟ قعدتوا مع نفسكم وعرفتوا ان الشخص ده فعلا كويس وحابب لكم الخير، ولا هو شخص منافق وبيلعب على عليكم، او بمعنى صح بيلعب على كل الناس اللي في حياته؟ فانا عايزاكم الفترة اللي جاية دي ما تدوش امان. انتوا عندكم 3 قرارات، 3 مواضيع، 3 اشخاص موجودين في حياتكم. ال3 اشخاص ده في منهم شخص وراه ست، الست دي عمالة تنق عليه ومخلياه بيرجع عن كل قرار ياخده اتجاهكم، ودي حاجة انتوا اذياكم. في واحد تاني عايز يدخل حياتكم وعايز يقرب منكم، بس انتوا خايفين تدخلوا معاه في العلاقة دي. ليه؟ علشان انتوا دايما لما بتدخلوا علاقة انتوا اللي بتطلعوا منها تعبانين. الحد التالت هيبقى نور، ومن خلال الـ3 اشخاص دول انتوا هتاخدوا قرار مختلف وهيبقى فيه امور مختلفة لحياتكم، والواقعة الصحية اللي انتوا وقعتوا فيها في يوم من الايام دي ممكن تكون بداية جديدة للاوضاع اللي عندكم، وزي ما قلت لكم انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه. هيبقى فيه لمة حلوة وهيبقى فيه عزومة حلوة، وهيكون عندكم دفعة لقدام انتوا هتتعاملوا مع الاشخاص اللي قدامكم بشكل مختلف، ومش هتسمحوا لأي حد يدخل حياتكم تاني ويتلاعب عليها، بالعكس هتتكلموا مع الشخص اللي قدامكم بعقل أكتر وبحسبان. كمان انتوا هتكونوا في قعدة وحد هيقول كلام على حد، فهتيجوا وهتتكلموا معاه وهيجي بعد كده حد هيشهدكم. انتوا معروفين ان انتوا عندكم عدالة وبتقولوا الحق حتى لو اخر نطاق ممكن تنطقوه، وفعلا انتوا مميزين جدا ان انتوا ما بتعرفوش تكذبوا، بس عندكم واقعة على ظهركم، او عندكم حد بيشتكي من ظهركم من ظهره، حد كده شايل همكم فبيشكي من شكاوتكم، وانتوا كذلك الامر، في امور عندكم معاكسة لحياتكم. كمان عندكم حد، الحد ده طفل، يا اما انتم مستنيين طفل، يا اما هيكون عندكم لم شمل مع اطفال وهتاخدوها لحضنكم، الله اعلم في كلام يخص اطفال عندكم، رغم ان الفتره دي انتوا كده مش فاهمين ايه اللي بيحصل حواليكم، رغم ان انتوا هتكونوا مميزين جدا وهتاخدوا يعني ايه، مش هقولكم هتاخدوا حقكم، بس هيبقى في حد هيساعدكم ان انتوا تاخدوا الحق ده فعلا. وبلاش الصراع اللي ما بين القلب والعقل، علشان في اكتر من فرصة ما بتتكررش تاني. اي نعم انتوا قررتوا ان انتوا خلاص تتعاملوا بعقل اكتر، بس العاطفة بتسيطر عليكم،
علشان انتوا عاطفيين، بتحبوا العاطفة جدا، وبتحبوا ان انتوا الشخص اللي يكون معاكم يقدر وجودكم ويحس ان انتوا فرصة مستحيل تتعوض، ولو ما لقيتوش الشخص ده انتوا بتبعدوا عنه وبتمشوا وبتاخدوا قرار ان انتوا خلاص ما عدتوش تتعاملوا تاني مع الشخص ده. فكتر التفكير بيوصلكم لنتيجة تزعلكم، وبتوصلكم لقلة نوم وقلة راحة. انتوا او الشريك في حد فيكم بيغير على الشريك اكتر، يعني في حد كده دمه حامي اذا كنت انت او اذا كنت انت او الشريك الله اعلم، بس في حد في العلاقة بيغير بشكل كبير جدا، وبشكل كده لدرجة انه الغيرة الزايدة مؤثرة على العلاقة وبتكتر المشاكل. او انتوا طول الوقت شاكين، طول الوقت كده مش فاهمين ايه اللي بيحصل حواليكم، عايزين كل حاجة بالتقرير، ده بيأثر على العلاقة بالشريك وبيخلي الشريك ينفر، وده أكبر غلط. لازم كل حاجة تجيلكم بالعقل وبالراحة، ومش أي حد يقول لكم حد فانتوا تصدقوه. برضو أرجع وأقول تاني إن كبريائكم بتخليكم كده دايما عنيديين، بتعندوا عندكم عند، وما بتسمحوش لأي حد مهما يكون ينتقدكم أو يعاند قصادكم حتى لو أقرب الناس ليكم، وده مخليكم ان انتوا عندكم شبكة، والشبكة دي هي اللي مأثرة على الوضع بتاعكم. الدخل بتاعكم هيزيد، ممكن تشتروا، لو انت فتاة ودخلك هيزيد هتشتري دهب، هتعملي حاجات جديدة. لو انت راجل انت ناوي تجيب هدية لحد في حياتك وناوي تهدها له او تهدها له، يعني هيبقى فيها تبادل هدايا عندك، هيبقى فيه امور حلوة بإذن الله. وفي رسالة هتجيلكم، الرسالة دي هتكون من عند ربنا في اللحظة اللي انتوا هتحسوا انه مفيش حد واقف جنبكم، في اللحظة اللي انتوا هتحسوا ان كل الناس جاية ضدكم، هتحسوا ان الرسالة دي فعلا عوض من عند ربنا، وهتحسوا قد ايه ان ربنا واقف جنبكم وبيدعمكم على كل حاجة في حياتكم. انتم مبسوطين جدا بنفسكم، مبسوطين جدا بكل حاجة في حياتكم، بس خايفين من اللي بيحصل في المستقبل. فلازم تتفائلوا، المستقبل بتاعكم بإذن الله هيكون جميل، وهيكون استقرار نفسي وجسدي، وهيكون فرحة جميلة وطاقة مميزة بشكل كبير وبشكل سريع. كمان البعض منكم عنده أكتر من خطوة هيخطيها في اتجاه شغلانة جديدة أو في اتجاه أمور جديدة. معروف عنكم إن أنتم من أشد الناس اللي بتلاحظ كل حاجة حواليكم، أو بمعنى أصح بتلاحظوا الناس اللي بتخفي الصفات اللي جواها، وانتم مميزين في كشف الحركات والكلمات وكشف كل حاجة مجرد من نظرة، يعني انتم ممكن تمصوا الشخص بنظرة بتعرفوا هو مخبي ايه وايه اللي عايز يقوله، وده بيخليكم انتم خايفين من ردة فعلكم علشان انتم بتكتشفوا فعلا حقائق الناس اللي حواليكم. فلو حد حاول يأذيكم او حد حاول ان هو يلعب عليكم، انتوا بتاخدوا قرار اتجاهه وبتتعاملوا معاه بشكل مختلف. كمان انتوا هنا عندكم بساطة في التعامل، او عندكم فن التعامل كده، ودايما اصحاب نظرة تفاؤلية، فعشان كده تخلوا بالكم من حد او من اي حد بيأذيكم، او بمعنى اصح اي حد مشايلكم هموم عندكم في حياتكم. البعض منكم بيعاني من الجيوب الانفية، البعض منكم صداع، البعض منكم الم في الظهر، وده من ايه؟ ده من كتر الحسد الشديد اللي عليكم، وبتمسكوا كده دماغكم وبتسألوا نفسكم هو في ايه؟ الجيوب الانفية عاملة لكم صداع، والألم اللي في الظهر من كتر اللي انتوا شايلينه فوق كتفكم، من كتر الهم والمشاكل اللي انتوا حاطينها على كتفكم رغم ان انتوا ما تعرفوش اي حاجة عنها. فالمشكلة العاطلة هتنحل في اقرب وقت، وهتبقى كده وقت رومانسي، وقت هادي، وقت الاضواء هتكون متسلطة عليكم، وان شاء الله بإذن الله هتكونوا مبسوطين جدا علشان انتوا فعلا اصبرتوا كتير، وفي اشد الفترة دي حاجة تريحكم. الوجع اللي في الجسم ده حرفيا اذيكم، او بيأثر جدا على شكلكم، على ملامحكم، على اي حاجة في حياتكم. انتوا محتاجين دعوة، الدعوة دي تكون يعني تدخل قلبكم على طول، محتاجين حد يطبطب عليكم. فما تضيعوش اي فرصة حواليكم، وحاولوا ان انتوا تستغلوا الوضع اللي انتوا فيه، علشان طول ما انتوا هتستغلوا الوضع اللي انتوا فيه، طول ما ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، وهتكون الاضواء باذن الله بفضل ربنا متسلطة عليكم، وهيكون في فرحة خارقة، او هيكون في استقرار حلو جدا. صراحتكم ووضوحكم ده بيخليكم تبعدوا عن ناس بتكتشفوا ان هي منافقة، فلازم تخلوا بالكم من اي حد اذيكم، او بمعنى اصح تعملوا ايمان نفسكم بعيد عن الناس السلبية.
يا رب قراءتنا النهارده تكون عجبتكم يا منيه برج العذراء، ونشوف دلوقتي استخارتكم رسالتكم هتقول ايه. دي الناس اللي اختارت رقم واحد، بسم الله. طيب برج العذراء، الناس اللي اختارت رقم واحد لا تيأس من اي شيء تأخر ولا تهتم، فالله معك. راحة البال والحب والمال وكل شيء هيكون على ما يرام، بسم الله. دي بالنسبة لرقم واحد. رقم اتنين بقى، بسم الله، لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. طيب رقم ثلاثة، التميز كله، ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أكبر تحية لمواليد برج العذراء. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلبكم واستفدتوا منها. تحياتي ليكم، وانتظروا مني قراءات جديدة.